أصدقائنا الأطفال، كيف حالكم؟ معاكم حنين، واليوم رح نحكي حكاية شعبية. بس دايماً قبل ما نبلش بالحكاية رح نعمل شغلة مع بعض. بدنا نسمع هذا الصوت، وبس نسمعه بدنا ناخذ نفس غميق، بدنا نعمل شهيق، بدنا نعمل زفير، يعني بناخذ هواء ومنطلع. جاهزين؟ إسا بعد ما تنفسنا وهدينا ورقنا بنفع نبلش بالحكاية. ننفتح عينينا منيح منيح منيح، ننفتح دينينا منيح منيح منيح، وبدنا نفتح قلبنا. بالزبط، نعمل هيك ونفتح قلبنا عشان الحكاية تطلع من القلب وتفوت على القلب. كان يا مكان في قديم قديم الزمان، وسالف العصر والأوان، كان في زلمة حطاب عايش لحاله. هذا الحطاب كان يشتغل حطاب، يعني كان كل يوم الصبح يطلع على الغابة يحطب شجر ويجيب الحطب ويروح على السوق يبيعه، وبالمصاري تاعت الحطب يشتري أكل ويشتري أغراض للبيت ويروح على بيته. يوم من الأيام قبل ما الحطاب يطلع على الغابة يحطب، قرر إنه بده يعمل شوية فول عشان يخذهن ويتسلى فيهن وهو ماشي بالطريق يأكل منهن. حمص الفول وحمل كبشة الفول هيك، وصار يمشي ويأكل يمشي ويأكل يمشي ويأكل يمشي ويأكل يمشي وشو؟ يأكل. وبعدين صار شو يعمل؟ يمسك حبة الفول ويزتها بالهواء ويلقفها بتمه، يمسك حبة الفول ويزتها بالهواء ويلقفها بتمه، ومسك حبة فول وزتها بالهواء أجا يلقفها بتمه، وقعت بالبير. اتطلع الحطاب على البير، البير غميق 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 ومعتم ومش مبين فيه ولا إشي. صار الحطاب يبكي على حبة الفول ويفتش عليها، وصار يرق هيك قاعد على حفة البير ويبكي ويقول: يا حبة فولتي يا رد جوتي، يا حبة فولتي، احكوا معاي احكوا معاي، يا حبة فولتي يا رد جوتي، كمان مرة، يا حبة فولتي يا رد جوتي. مين سمعوا للحطاب؟ الجنيات اللي عايشات تحت بالبير. كان في جنيات كثير مناح ولطيفات، خوات عايشات مع بعض ثلاثة. صاروا يقولوا له للحطاب: يا حطاب يا حطاب، صوتك عالي ازعجتنا، شو بدك مننا؟ ايش عم بتسوي؟ انا وقعت هون حبه الفول تاعتي، وانا بدي اياها، كنت عم باكلها ومش بعتني، بدي حبه الفول تاعتي. قالوا له: يا حطاب، هذا بيتنا وانت عم تزعجنا وصوتك عالي، لو سمحت روح من هون. ضل الحطاب ما ردش عليهن، وضل شو ينادي ويقول: يا حبة فولتي يا رد جوتي. اجوا الجنيات قالوا له: اسمع، انت بدك تجننا؟ شوف شو بدنا نعطيك، بدنا نعطيك هاي البطية السحرية. شو معناتها بطية؟ البطية هي سلة من قش زمان كانوا يحطوا فيها الأكل، هي زي سلة أو صحن كبير معمولة من قش، اسمها بطية أو سلة. قالوا له للحطاب الجنيات: هاي البطية سحرية، مش بس رح تعطيك فول، رح تعطيك كل أنواع اللي أكل اللي جاي عبالك تاكله. سألين الحطاب: عن جد؟ قالوا له: آه عن جد، خد هاي البطية السحرية وتسهل من هون، خلينا إحنا رايقات وبدنا نرجع ننام، تزعجناش. ورجعوا الجنيات ناموا، والحطاب أخذ البطية وين راح؟ على بيته. فات على بيته،
سكر الباب، حط البطية قدامه وقالها: يا بطية اتملي رز ولحمة ولبن. كانت هاي أطيب أكلة عند الحطاب. اتملت البطية رز ولحمة ولبن. كيف الحطاب، صار يأكل 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 يأكل. بسط الحطاب كيف، صار كل يوم يطلب من البطية أكل شكل. ثاني يوم طلب منها منسف، يوم طلب دوالي، يوم ملفوف، يوم محاشي، يوم لوبية. احكوا معي شو كمان طبخات طلب منها، ممكن يوم مجدرة، يوم بامية، يوم فاصوليا. كل يوم يطلب منها أكل جديدة. وشو كمان، كان الحطاب قلبه طيب وكان كثير يحب جيرانه. كان عنده جيران زلمة ومرة شوي فقرة، فكان الحطاب كل يوم لما البطية تعمل له أكل كانت تعمل له كمية كبيرة. هو كان ساكن لحاله، كان يأكل ويشبع، وكان يأخذ اللي بذل ويعطيه لجيرانهم، يروح يطق عليهم ويقول لهم: زاد عندي أكل، تفضلوا اليوم كله منسف، تفضلوا اليوم كله محاشي، تفضلوا اليوم جبت لكم دوالي. جيرانه للحطاب شكوا إنه من وين الحطاب صار معه فجأة كثير مصاري وكل يوم بجيب لنا أكل أكل شكل. أجت مرة جيرانه اطلعوا من الشباك هيك وراقبوه وشافوا إيش بالضبط، شافوا إنه عنده بطية سحرية، اللي هي السلة الصحن الكبير من قش، وشافوا إنه الحطاب كل يوم بقولها أعطيني هاي الأكلة وهي بتعمل له كل الأكلات اللي بيحلم فيها، وظلوا يراقبوا فيه. يوم من الأيام الحطاب أجا عباله قال: بدي أظل أنا قاعد بالبيت وبس أطلب أكل من البطية السحرية، بدي أطلع مشوار يومين ثلاث أيام. أجا راحن جيرانه هذول المرة والزلمة وقال لهن: يا جيراني يا حبايبي، أنا بدي أطلع مشوار، بنفع أخلي هاي البطية تاعتي السلة القاش تاعتي عندكو تحافظولي عليها؟ كيفوا الجيران، قالوا له: طبعا منحفظ لك عليها. حمل الحطاب حاله وراح. بس راح الحطاب، شو فكر كل جيران عملوا؟ بالضبط، حطوا البطية وقالوا له: يا بطية اعملي لنا منسف. وصارت البطية تعمل أكل وصاروا يأكلوا ويطلبوا منها كمان أكل وكمان أكل وكمان أكل وكمان أكل. طلبوا منها مش زي الحطاب كل يوم أكل ملان. وبعدين قرروا انه ليش يعني جارنا الحطاب هو عنده البطية السحرية وايش ما بده بيجي اكل، ما احنا اثنين وعايشين لحالنا واحنا كمان فقراء وهو لحاله واحد، بدناش نرجع له البطية تاعته. احنا في عنا بطية صحن من قش بالضبط بيشبهه نفس الشيء نفس اللون، بدنا نعطيها بداله واحنا بدنا ناخذ البطية السحرية تضل تعمل لنا كل يوم شو اكل شو جاي عبالنا. بس رجع الحطاب من السفر تبعه أجا طق على جيرانه طلب منهم إيش البطية تاعته، رجعوله إياها. أخذ الحطاب وروح بيته وسكر الباب، حط البطية، وشو كان؟ كان كثير 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 جوعان، وكان جاي عباله أنو أكل كان جاي عباله. فكر 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 فكر، قال: جاي عبالي مقلوبة، زمان ما أكلتش مقلوبة. يا بطية اتعبي مقلوبة. ما عملتش مقلوبة. يا بطية اتملي رز ولبن. برضو ما تملتش. اتملي مجدرة، ملوخية، فاصوليا، لوبيا. ولا اشي. شو مال هالبطية خربات. حمل حاله وراح وين؟ راح على البير ورجع حط كوعه على البير ورجع ينادي على حبة الفول. متذكرين شو كان ينادي؟ تعالوا نحكيها مع بعض. رجع يقول: يا حبة فولتي، يا ردي جوعتي، يا حبة فولتي، يا ردي جوعتي. الجنيات اللي كانوا نايمات فاقوا من النوم كمان مرة ونقزوا: شوفي يا حطاب، شوفي، مش أعطيناك البطية السحرية تعطيك مش بس فول، تعطيك ملان 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 أكل،
شو جايبك كمان مرة لعنا تبكي؟ خلينا ننام يا زلمة. قالهن الحطاب البطية اللي اعطتوني اياها بطلت تشتغل. الجنية قالت له كيف يعني بطلت تشتغل؟ مش مزبوط هذا الحكي، البطية اللي اعطيناك اياها بعدها بتشتغل، احنا بنعرف بالسحر وبنعرف انها بعدها بتشتغل وكل يوم عمالة تعمل اكل، بس شكلها مش عندك، بس عشان تحل عننا وعشان تخلينا ننام بدنا نعطيك كمان اشي، بدنا نعطيك هاي الطحونة. هاي الطحونة اذا بتطحن فيها على جهة اليمين بتطحن لك ذهب، واذا بتطحن فيها على جهة الشمال بتطحن لك فضة. اخذ الحطاب الطحونة وحمل حاله وروح على بيته وسكر على حاله الباب وحط الطحونة قدامه وصار يلف على اليمين، شو تعطيه؟ ذهب. يلف على الشمال، شو تعطيه؟ فضة. كمان مرة يلف على اليمين، شو تعطيه؟ ذهب. يلف على الشمال، فضة. كيف الحطاب كثير كثير كثير، صار كل يوم ياخذ الذهب والفضة اللي تطلع له ياهن الطحونة يروح يبيعهن بالسوق وبالمصاري يشتري له أكل. يوم من الأيام كمان كان عند الحطاب جيران ثانيين، زلمة ومرأة، وكان عندهم ثلاث أولاد، والحطاب بعرف إنه هنن وضعن على قدن. فيوم من الأيام الحطاب راح وأعطاهن شوية مصاري ساعدهن. الجيران قالوا له شكراً وانبسطوا، بس برضو صاروا يفكروا جيرانه، من وين جاب الحطاب المصاري؟ كيف فجأة صار معه مصاري ساعدنا؟ لازم نعرف شو القصة. وعملوا نفس التصرف المش حلو اللي عملوه الجيران الثانيين، اجوا شوي 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 وقفوا على الشباك عند بيته للحطاب واتطلعوا وشافوا الطحونة السحرية اللي بتعمل على اليمين ذهب وعلى الشمال فضة. وبعد فترة صار مع الحطاب نفس الاشي، قرر انه بده يسافر، فراحن جيرانه هذول العيلة اللي بيساعدهن وقالهن يا جيراني يا حبايبي، انا بدي اسافر اكم من يوم على محل بعيد وخايف انه حدا يفوت على بيتي ويسرق لي، فبدي اخلي عندكو هاي الطحونة تديروا بالكو عليها. طبعا الجيران كيفوا وانبسطوا، قالوا له طبعا طبعا طبعا، اهلا وسهلا جارنا، ولا يهمك خلي الطحونة ولا يكون لك قلق ولا تقلق ولا عبالك، ترجع بتلاقيها زي ما هي. الحطاب راح من هون، وشو الجيران عملوا؟ بالزبط سكروا حالن الباب وبلشوا يطحنوا على اليمين ياخذوا ذهب، يطحنوا على الشمال تعطيهن فضة. كيفوا كثير 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 وظلوا يطحنوا على اليمين ويطحنوا على الشمال ويطحنوا على اليمين ويطحنوا على الشمال لحد ما صار عندهم شوالات فضة وذهب وراحوا باعوا وصار معهم ملان مصاري. بس لما صار معهم ملان مصاري وصارت الطحونة تعطيهن ذهب كل يوم الصبح وكل يوم مرتين، مرة ذهب ومرة فضة، طمعوا الجيران، صار يقولوا ليش احنا اصلا نرجع له الطحونة تاعته؟ ما احنا عنا اطفال وعنا عيلة واحنا عيلتنا اكبر وهو واحد لحاله. لا، احنا بدنا ناخذ الطحونة السحرية هاي واحنا بدنا نعطيه طحونة تشبهها اللي محطوطة عنا على السدة من نظفة ونعطيه اياها. رجع الحطاب اجا طق على جيرانه، شو بده ياخذ منهن؟ بده ياخذ منهن الطحونة. مرحبا يا جيراني كيفكو؟ اهلا اهلا جارنا، تفضل هاي الطحونة مثل ما هي درنا بالنا عليها، شكرا كثير كثير يا جيراني. اخذ الحطاب الطحونة وروح على بيته، بس سكر الباب عمل يمين ما طلعش ذهب، عمل الشمال ما طلعش ذهب، كمان مرة يمين فيش ذهب، كمان مرة شمال، كمان مرة يمين، كمان مرة شمال، فيش لا يمين ولا شمال ولا ذهب ولا فضة. شو عمل الحطاب؟ راح على حفة البير ورجع عمل نفس الاشي. يلا مع بعض النادي، يا حبة فولتي يا رد جوعتي، يا حبة فولتي يا رد جوعتي. مين ردت عليه؟ الجنية.
شو يا حطاب؟ شو يا حطاب؟ صحيتنا من نومنا، شو القصة؟ ما قبل كم من يوم أعطيناك الطاحونة السحرية. قال لنا الحطاب الطاحونة السحرية بطلت تشتغل. قالت له الجنية الطاحونة السحرية بعدها بتشتغل، وإحنا بنعرف إنها كل يوم بتعمل فضة وبتعمل ذهب، بس هي شكلها مش معك، شكله في حدا أخذ منك الطاحونة وفي حدا أخذ منك الباطية اللي كانت تعمل لك أكل. إحنا بدنا نعطيك هاي العصاي، هاي العصاي إذا بتقول لها يا عصاي هفي هفي وعلى جناب فلان أو فلاني لا تخفي بتضربه وبتعرف مين اللي سرق لك. أجت الجنية الثانية أختها قالت لا 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 مالك أنت، إحنا بدناش نمارس العنف، إحنا بدناش هاي العصاي السحرية تضرب اللي سرق، بدنا يا بس يتعلم درس، بس إحنا ما بدنا نضرب، منعلمش بالضرب ولا بالعنف. أجت الجنية أختها قالت لها صح أنا ما فكرتش بهذا الموضوع، طب شو فكرك نعمل؟ قالت لها الجنية الثانية، قالت لها خليه يقول يا عصاي خفي هفي هفي وعلى حد وجنب اللي سرق البطية أو الطحونة لا تخفي، فبتضل العصاي تضرب على الأرض تضرب على الأرض وبتدل مين اللي سرق البطية أو الطحونة، وهيك إحنا منضربش حدا ومنعملش عنف على حدا ومنوجعش حدا وبنعرف الحقيقة. انبسط كتير 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 الحطاب، اخذ العصاي وحمل حاله وين راح؟ عند جيرانه. راح عند جيرانه الاولانيين، طق عليهن عند الزلمه والمراه، قالهن انا يا جماعه اجيت اخذ البطيه تاعتي. قالوا له فش لك بطيه عنا، رجعنا لك اياها. قالن البطيه تاعتي اللي اخذتها اللي اعطيتكم اياها ضلت عندكم، وانا اعطيتوني بطيه بتشبهها ما بتشتغل، وانتم بتعرفوا انه البطيه تاعتي سحريه. قالوا له لا 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 احنا ما عندناش اشي، انت عمال تتخيل. اجا قال للعصاي يا عصاي خفي خفي، يا عصاي هفي هفي وعن حد وجنب اللي سرق البطيه لا تخفي. صارت البطيه صارت الاسفه صارت العصاي تخبط على الارض حد الجيران، وظلت تخبط 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 تخبط، والحطاب قلن العصاي بتضل تخبط حدكو لحد ما تحكوا الحقيقه. ظلت تخبط، بالاول قالوا له احنا ما اخذناش اشي ما سرقناش اشي ما اخذناش اشي، بعدين قد ما خبطت 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 صار في ضجه كبيره، وقال قلهن انه الجنيات ما بيخلوا العصاي توقف غير ما تعطوني البطيه. راح الزلمه والمراه قالوا له خلاص، طالوا فتحوا الخزانه طالوا له البطيه تاعته، اعطوه البطيه تاعته وتأسفوا له. أخذ الحطاب البطية وين راح؟ عند جيرانه الثانيين. قالهن أنتوا أخذتوا مني الطحونة. قالوا له شو طحونة مش طحونة، إحنا ما أخذناش منك إشي. قال لي نمبلا، وعمل نفس الإشي، يا عصاية هفي هفي وعن حد وجنب اللي سرق لي الطحونة لا تخفي. فصارت العصاية تعمل صوت على الأرض وتخبط على الأرض وتضل تخبط 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 تخبط، وهن نفس الإشي استنوا وفكروها رح تتعب، بس عرفوا إنها سحرية ومش رح تتعب، استسلموا وراحوا طلوا له الطحونة تاعته عن السدة. وهيك الحطاب أخذ البطية وأخذ الطحونة تاعته، وجيرانه تأسفوا له كثير كثير كثير، وقالهن يا جيراني يا حبايبي ما أنا كنت لما بعمل البطية بتعطيني أكل كنت أعطيكو هيك كل يوم أعطيكو، وكنت أساعدكو بمصاري وأعطيكو ذهب وفضة، أنا كنت أساعدكو مني هيك من قلبي، ليش رحتوا أنتوا سرقتوا لي الإشي اللي كنت أساعدكو فيه؟ بزبطش هذا الحكي، الغرض لازم يرجع لصاحبه. الجيران تعون الحطاب اتأسفوا له كثير كثير كثير، واعترفوا انه اللي عملوه غلط، انه ما بصير نقول انه احنا لازم يكون عنا اللي عنده، هذا الله عطايا، فاحنا هو بده يعطينا بيعطينا، ما بده يعطينا ما بده يعطينا. فاتأسفوا الجيران للحطاب، والحطاب سمحهن لان وعدوا انهم يبطلوا يتجسسوا على بعض، ويبطلوا كمان يكذبوا، ويبطلوا ياخذوا غرض غيرهن. وهاي وعاشوا، عاش الحطاب وجيرانه بسعادة، وعاشوا بثبات ونبات، وظلوا كل الوقت يساعدوا بعض ويحترموا بعض. وهاي الحكاية حكيتها وعليكو رميتها، وهاي الحكاية حكيتها وبعبكو خا بيتها، وهاي الحكاية حكيتها وبقلبكو حطيتها. احنا اليوم اخذنا حكاية جديدة اسمها الحطاب وحبة الفول، وفوتناها على قلبنا. انا بدي احكي لكم
لكل الأطفال وكل الأهالي وكل المعلمات والمعلمين اللي سمعوا الحكاية، بدي أحكي لكم شكراً كثير كثير، ومنلاقيكم إن شاء الله بحكاية جديدة. سلامات.